أهلاً 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 بيكم. بصوا، جالي النهاردة خاطر لطيف كده، يعني شردة وردة. شردة وردة ده كان مقال بيكتبه والدي رحمة الله عليه. الشردة الوردة جداً في الحالة بتاعتنا دي، حدوتة صغيرة كده، من ضمن حواديت مصر، الحواديت المصرية اللطيفة اللي احنا بنعايشها بقالنا دلوقتي تقريباً 7 سنين. الحدوتة هي حدوتة على العشوائيات في مصر، العشوائيات اللي كانت، مش عايز اوصفها بانها كانت حمل كبير، لكنها كانت هم، لانه عايش فيها اهالينا مصريين زينا زيهم، بس حظهم وحش حبتين، فما عاشوش حياه كريمه باي شكل من الاشكال. كان نمط حياه عشوائي في كل حاجه، عشوائي في شكله، عشوائي في تقاليده، في اخلاقه، في انماطه، حتى في انماطه الاقتصاديه عشوائي. وعايز تحديدا نركز على اهالينا اللي راحوا الاسمرات. من 4 5 سنين لما كانت الدوله انتهت من المشروع واتبنى واتظبط واتعمل النادي الحلو الشياكه اللي حضراتكم شفتوه معانا لو تفتكروا في اخر يوم لينا في السنه، يعني اظن كنا يوم 30 ساعه ما عرضناه لو انا متذكر مظبوط يعني. والعمارات اللي شكلها حلو وحمامات السباحه 30 مظبوط؟ طيب. اهالينا دول كانوا عايشين في المناطق اللي احنا بنسميها العشوائيات الخطرة، واظن كلنا دون استثناء واحد، اللهم الا الاجيال الصغيرة جدا بقى، يعني اللي هم عندهم مثلا ايه 14 15 سنة دلوقتي ما يعرفش يعني ايه عشوائيات خطرة، ما شافهاش يعني، او كان لسه صغير يعني ما يلاحظش الكلام ده. اهالينا دول اتنقلوا على الاسمرات. لما راحوا الاسمرات راحوا بطريقة تفكير، طريقة تفكير اللي عاش وتربى فيها، اللي اقدر اقول لك ان في منهم جيلين ثلاثه اتولد جوه العشوائيات الخطره دي زي الدويقه مثلا، وبالتالي تركيبته النفسيه والوجدانيه، نمطه الاقتصادي، طريقه تفكيره، توجهاته كلها اتشكلت على مدى جيل واثنين وثلاثه. يعني بدايات العشوائيات في مصر بالمناسبه اظن كانت 71 72، فتركيبته كلها مرتبطه بالنوع ده من الحياه. ملاعب الترتان اتجردت من الترتان بتاعها واتباع. الأدوار الأرضية اتهدت واتكسرت فيها الحيطان علشان تتحول إلى محلات. الناس فرشت على السلم. وبالمناسبة أنا هقول لك على مشهد من قبل ده بحتة بقى. الناس وهي رايحة تستلم الشقق، فرايحين الحمد لله والشكر لله جحافل يعني. وكان عندهم ظن إنه إيه بقى؟ انه اللي هيدخل الاول هو اللي هياخد شقه، لانه اكيد اكيد الشقق دي عددها محدود، فاللي هيلحق هيسكن واللي مش هيلحق نايم في الطل. على اخر اليوم، مش هقول لك اليوم اللي بعده، اصبح في عندهم يقين انه هو كله تسكن فعلا، لانه كله تسكن فعلا. ولما تسكنوا حصل اللي انا بقول لك عليه ده، فجت الدوله مره تانية قعدت معاهم، يا جماعه الحاجات دي بتاعتكم، الحاجات دي ملككم، واتفرش الترتان من اول وجديد، اتجاب ترتان جديد، وبعدين الحيطان اللي كانت متكسره والدور الارضي اللي باظ ده خالص اتصلح من اول وجديد تاني، وسكنوا فيه الناس تاني. وقعدوا الناس او قعدوا المسؤولين عن هذا الملف تحديدا وعن الاسمرات بشكل خاص يتكلموا مع اهالينا اللي هناك، ويوعوهم ويفهموهم بانه دي بتاعتك فخلي بالك منها، ادي فرصه لابنك انه يكبر ويعيش حياه حلوه، حياه عليها القيمه. احنا عرضنا لكم جانب يوم 30 من نمط الحياه التي صارت عليه الاسر، او التي اصبحت عليه الاسر، او التي تسير عليه الاسر اللي عايشه دلوقتي في الاسمرات. الولاد الصغيرين اللي بيلعبوا رياضه وده بالنسبه لهم عادي، عادي ده بقى العادي، ما بقاش بيلعب في الشارع اللي ما كانش شارع، اللي كان عبارة عن مكبات للنفايات وأكوام من القمامة وأمراض الدنيا كلها في الحتة اللي هو عايش فيها، مش في الحتة اللي هو عايش فيها، ده على عتبة البيت اللي لم يكن جوه الأوضة اللي العيل الصغير ده بينام فيها متكربس هو وعيال تانيين وكبار وستات ورجالة وهلم جرة.
أصبح الطبيعي بتاعه أنه بيصحى الصبح يستحمى ويبقى زي الفل، يلبس هدمة نظيفة زي الفل، مكوية يعني كاوية وكأنها حد الموس، وياخد بعضه ويروح على المدرسة اللي في الأسمرات. يخلص المدرسة وياخد بعضه ويروح على النادي اللي في الأسمرات يلعب رياضة. ده بقت حياته، ده بقى العادي بتاعه، بقى الطبيعي. عايز تقول لي انه ده في احتمالية كبيرة او متوسطة او صغيرة؟ انا اقول لك بقى الاحتمال نادر انه يتلعب له في دماغه، احتمال نادر. اصلك هتلعب له دماغه في ايه؟ هتلعب له في دماغه بالايه يعني؟ علشان تحاول مثلا تجنده في تنظيم متشدد ولا ارهابي ولا متطرف، هتقول له ايه؟ هتقول له شايف العيشه اللي انت فيها؟ هيقول لك مالها، ده انا عايش في شقه زي الفل وحواليا جناين وبروح مدرسه زي الفل وبروح النادي وبلعب رياضه وباخد بطولات وبطلع في التلفزيون. طيب هتروح تحاول تسخنه على الدوله، دي الاسمرات بالمناسبه، هتروح تسخنه على الدوله تقول له ايه؟ تقول له الدوله ناسياك، الدولة رمياك، الدولة مش مهتمة لا بتعليمك ولا بصحتك ولا برياضتك ولا بلياقتك ولا بسكنك. هيجي يقول لك فين؟ تعالى يا عم افرجك على العمارة اللي أنا ساكن فيها والمدرسة اللي بروحها وبالنادي اللي أنا بروحه إلى آخره. فاكرين الولد اللطيف اللي احنا شفناه يوم 30/12 سنة 2021 اللي أظنه كان مصنف ثالث أو رابع على مستوى العالم كيك بوكسينج؟ ده خريج نادي الأسمرات. طب لو ما كانش بيلعب رياضة في الأسمرات، هذه الطاقة القوة دي كلها كانت هتروح فين؟ ما كيك بوكسنج ده واحد راجل قاعد عمال بيلعب لعبة فيها عنف وفيها ضرب وفيها، ده لازم يكون واد قلبه جامد قوي، واد يتحمل الألم، واد يتحمل التمارين الصعبة بتاعت الكيك بوكسنج، وحش. طب ده لو انت ما كنتش بتخرجها له في الرياضة كان هيبقى ايه؟ يا متطرف وإرهابي ولا إيه بقى موجود في داعش ومش عارف إيه، يا إما مجرم. هذه القوة الشديدة إن كانت جامحة هزبت، وإن لم تكن جامحة وظفت. طب ولو ما كانتش بتهذب أو توظف كانت هتروح في الإيه؟ هتروح في الحاجة الغلط طبيعي. واحد طلع التالت ولا الرابع على العالم في لعبة كلها التحام وضرب وتحمل وقوة، كان هيبقى ايه يعني؟ الأسمرات يا سادة هي نموذج. نموذج لإيه؟ حد هيجي يقول لي هي نموذج نموذج للمشروعات اللي موجودة من البحر المتوسط وحتى حدود مصر مع السودان، نموذج للمشروعات اللي موجودة من حدودنا مع ليبيا وحتى ساحل البحر الأحمر ونهاية حدودنا ما بين سيناء وفلسطين. هقول لك لا، هي مش بس كده، هي نموذج صحيح في الحكاية دي، نموذج جميل وموجود زيه عشرات النماذج دلوقتي في عموم الجمهورية. ولسه بالنسبة لواحد زي حالاتي، حالتي يعني اقول لك احنا الناس اللي هو الاشتراكيين اليساريين، سميها زي ما تسميها، مش قصتي دلوقتي مرجعيتنا الفكريه ايه، لكن الناس زي حالتي نسميها ايه بقى؟ يقول لك الانحياز الاجتماعي للطبقات المهمشه. طب ده الكلام المكعبر. عمليا هي ازاي الدوله انحازت لاهالينا اللي كان ما بين قوسين يوصفهم ابن البلد ضاربهم السلك؟ الدولة انحازت للناس الغلابة، للناس اللي ما كانش حد بينحاز لهم، للناس اللي كانت المجتمع بيتعامل معاهم والدولة زمان بتتعامل معاهم بوصفهم إما مجرم أو بوتنشال مجرم، مجرم مستقبلي كده يعني، ده جاي مجرم صغنن هيكبر يبقى مجرم كبير. والدولة والمجتمع كانوا يتعاملوا معاهم باعتبارهم آفات. للأسف الكل مسؤول عن ده بالمناسبة، الكل مسؤول. في السبع سنين اللي فاتوا دول الدولة ما اتعملتش كده خالص خالص. ومش بس كده، قدرت انها تعمل بلورة للفكر الجمعي المصري انه الناس دي لا هي مجرمين ولا هي مشروع مجرمين ولا هم آفات ولا حاجة، دول أهالينا بس الحظ ما ابتسم لهم، ما ابتسم لهمش. فالدولة ابتسمت والمجتمع بدأ يبتسم، وبالتالي حصل ايه؟ الدولة ساعدتهم عشان يقفوا على رجليهم، لانه ده حقهم بالمناسبه، وده حقهم على الدوله وعلى المجتمع. مش بس كده، ده كمان
لما يتعمل البلورة دي للفكرة، فتلاقي إن المجتمع يصبح نسيج واحد، مش مجرد نسيج مقسوم طبقياً بفجوات كبيرة، الأغنياء جداً اللي عندهم فلوس تخض ما نعرفش نعدها، ولو عندنا الأحجام من الفلوس دي مش هنعرف نصرفها في إيه. آه والله. ويبقى في فجوة كبيرة ما بين الطبقات دي والطبقات المتوسطة، والطبقات المتوسطة نفسها متقطعة ومتكسرة لسبعة وثمانية وتسع طبقات كمان، بجد مش هزار. ده غير الطبقات الفقيرة والفقيرة المدقعة، إلخ إلخ إلخ. الدولة بقت بتعمل إيه؟ بقت قاعدة عمالة بتاخد طبقات الناس أهالينا اللي على قد الحال وتطلع بيها لفوق، تزق عشان ما يبقاش في فقر، علشان ما يبقاش في فقر، عشان مفهوم الفقر ينتهي من مصر، مصطلح الفقر ينتهي من مصر، نبقى حاجة كده زي النرويج، ما عندناش حاجة اسمها poverty، ما فيش حاجة اسمها فقر، ما فيش حاجة اسمها فاقة. ده اللي عملته الدولة في 7 سنين، خدت الناس بالحضن، مش هقولك على كتافها، وطلعت بيهم لفوق. فتبدأ الطبقات دي واحدة واحدة تلتحم بالطبقة المتوسطة بيعلى، وشوية شوية هتلاقي الطبقة المتوسطة بتمكن أكتر. طب إيه نوعية التمكين بتاع الطبقة المتوسطة؟ الإتاحة. إتاحة الإيه بقى هنا؟ أول حاجة إتاحة التعليم. الطبقات الصغيرة دي ما كانش عندها تعليم خالص، لأنه ما كانش تعليم، ده كان بزراميط، فبدأوا يتعلموا المدارس زي ما احنا شفنا. والطبقة المتوسطة نبدأ نعمل لها الجامعات الكبيرة زي الجامعات الأهلية والشراكات اللي بتتعمل مع الجامعات الدولية وما إلى ذلك. فأولاد الطبقة المتوسطة دول هم اللي يبدأوا يكبروا ويتميزوا، لأنه الأغنياء شويتين بياخدوا الولاد ويودوهم على جامعة هارفارد في أمريكا ومش عارف جامعة إيه والحاجات اللطيفة دي، ودي حاجة حلوة ما هياش عيب على الإطلاق. طب واللي ما يعرفش يطلع هارفارد ما يتعلمش تعليم في الجامعات الدولية الكبيرة يعني؟ لا، يتعلم. فتعمل المشروع الضخم بتاع الجامعات الأهلية والشراكات الأجنبية، وامتدت الشراكات الأجنبية أو الشراكات بتاعة الجامعات الدولية الكبيرة دي تخش على التعليم الجامعي الحكومي. هو ده اللي أنا بقول لك عليه، ده اللي عمله راجل اسمه عبد الفتاح السيسي، ليه مني كل الاحترام والتقدير، وأقدر أقول لك ما بين قوسين ثقيلين كل الحب، لأنه حضن الغلابة. الناس اللي زي حالتنا برضو اليساريين دول يحبوا قوي اللي ينحاز للغلبان، نحبه من قلوبنا. ما هو احنا بتبقى حياتنا عبارة عن ايه من وجهة نظرنا يعني؟ مسخرة علشان خاطر الغلابة. الناس دي لازم تعيش وتكبر، تاكل وتشرب وتلبس ويبقى صحتها حلوة، وتروح مستشفيات لا قدر الله لو محتاجاها يبقى المستشفى عليه القيمة ويتعامل حلو، خش مدرسة عليها القيمة وجامعة عليها القيمة، ويلعب رياضة ويروح السيمة ويلعب مزيكا وينبسط. النهارده رئيس جمهوريتنا السيد عبد الفتاح السيسي اجتمع مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه لايه؟ للتخطيط العمراني. وسياده اللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. طيب ليه؟ الاجتماع ده بقى كان عشان الموقف الانشائي لمشروعات الهيئه الهندسيه على مستوى الجمهوريه. واطلع فخامة الرئيس على الموقف التنفيذي الحالي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة، خصوصا مركز مصر الثقافي الإسلامي والتصميمات الهندسية للجدريات والقاعات اللي فيه، وطبعا مسجد مصر وما يضم من قاعات ضخمة مهيبة. كمان عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الأخرى في العاصمة الإدارية الجديدة، وخصوصا مدينة الخيول العالمية وحديقة الحيوانات اللي هتضاهي أرقى الحدائق المماثلة على مستوى العالم. كمان شبكة الطرق والمحاور المؤدية للعاصمة الجديدة، ووجه الرئيس بتطبيق التصميمات الهندسية إنها تبقى إيه بقى؟ فيها ثراء ورقي فن، علشان كمان المداخل تبقى متناسقة ومتناغمة مع فلسفة العاصمة الإدارية الجديدة. نو مور عشوائية، لا مزيد من العشوائيات. العشوائية مش مجرد انه يبقى بيت فقير ولا مبني بخامات رخيصة، العشوائية حتى في الشكل، فروق الارتفاعات والاطوال والاحجام واللخبطة، وده هنا مفيش شجرة وهنا في مش عارف ايه، وهنا صحراء وهنا مش كل حاجة متنظمة. العاصمة الجديدة اللي هيجي يوم وهنروحها وهنعيش فيها وهتبقى حياتنا موجودة فيها هتبقى حاجة تانية. وأنا قلتها لكم مرة وراجعوا ورايا،
العاصمة دي لو ما بقتش أحلى بالتعبير مش المجازي، بالتعبير الحقيقي والواقعي لمفاهيم المدن اللي فيها ناطحات السحاب والمباني البراقة ومنتهى التكنولوجيا اللي بتشغل، لو ما بقتش أحلى من نيويورك والناس محبي دبي أصدقائنا طبعا الإماراتيين حبايبنا يعني، لكن ولو ما بقتش أحلى من دبي ما بقاش أنا وهتشوف. خليني أقول لك على خبر كمان لطيف جدا، تسليم أول 3 أقمار صناعية تعليمية للجامعات من إنتاج وكالة الفضاء المصرية، تصفيق حاد. معانا على التليفون دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف، مساء الخير يا فندم. مساء النور وتحياتنا أولا يا فندم. الله يكرمك، شكرا جزيلا. إيه 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 موضوع 3 أقمار صناعية للتعليم والبحث العلمي؟ إحنا عايزين نفهم يا فندم إيه الحكاية دي؟ دي واضح إن الموضوع ده كبير ومهم. حقيقي هو موضوع مهم جدا. وكالة الفضاء المصرية وطبعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندها خطة للنهوض بالبحوث والتطوير في مجال صناعة الفضاء. حلو. والمشروع اللي تم يعني تسليم 3 أقمار صناعية زي ما حضرتك ذكرت تعليمية اليوم إلى بعض الجامعات المصرية من وكالة الفضاء في حضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، هو يعني حلقة في سلسلة من المشروعات والخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللي بتدعم تنفيذها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. عظيم. الأول بس أنا عايز أطمن للسادة المشاهدين إن المشروع ده سبقه مشروع آخر، بس يعني الظروف محدش ركز معاه شوية، إن تم إطلاق عدد 2 قمر من المعروفة بالأقمار بيوكسات أقمار محصية سنة 2019 من اليابان، وكانت تصنيع محلي مظبوط من تحالف للفضاء كانت بتدعمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وده المشروع الثاني. وفي مشروع ثالث إن شاء الله بيتم حاليا أيضا عن المشاركة في تصنيع قمر صناعي أفريقي لأهداف رصد التغيرات المناخية. الخلاصة اللي أنا عايز أقول إن المشروع سلسلة من مجموعة من المشروعات ضمن خطة تنفيذية. نتكلم عن المشروع، المشروع عبارة عن إيه؟ مصر أنشأت وكالة الفضاء المصرية، وهتستضيف كمان وكالة الفضاء الأفريقية، وعندنا قدرات في الجامعات المصرية، ولكن عايزين نبني قدرات وكفاءات جيل جديد من شباب المهندسين والمتخصصين في مجال صناعة الفضاء. وبالتالي وكالة الفضاء المصرية تبنت مشروع تعليمي لتعليم الطلاب وخريجي الجامعات المصرية طبعا بالتعاون مع كليات الهندسة والعلوم في الجامعات المصرية على تصنيع محلي للأقمار الصناعية التعليمية. ودعمت هذا المشروع أكاديمية البحث العلمي، والمرحلة الأولى منه كانت النهاردة تم بالفعل انتهاء من تصنيع 3 أقمار صناعية تعليمية، وتم تسليمهم إلى جامعات عين شمس وحلوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وبقى في يعني زي معامل متخصصة للطلاب لمعاونتهم على التدريب وتصنيع الأقمار في معامل الجامعات المصرية. وإن شاء الله يعني المشروع ده ممتد هيغطي كل الجامعات المصرية على نهاية العام القادم بإذن الله تعالى. الخلاصة إن مصر لما أنشأت وكالة الفضاء المصرية ما كانش مجرد إنشاء يعني مبنى وصدور قرار جمهوري بإنشاء وكالة الفضاء، ولكن كان بيسبقه خطة بحثية وخطة للبحوث والتطوير على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي وعلى كل المستويات، بداية من الطلاب قبل ما يتخرجوا من الجامعات. طب دكتور محمود، سؤالي الأخير حتى لا أثقل عليك، يعني أي منشأة في الدنيا أي هيئة بيبقى ليها هدف، يعني حتى بيتحط كده بيبقى في عندنا ميشن مهمة وبيبقى في عندنا الهدف بتاعنا، احنا هدفنا ايه وهدفنا ده عاوزين نحققه في مدى قد ايه؟ ايوه طبعا الهدف الرئيسي الاول هو ان مصر يبقى عندها قدرات ويبقى عندها تصنيع محلي في التطبيقات المختلفة للفضاء. وعشان بس نبسط الموضوع، الفضاء في جميع مناحي الحياة، يعني مش زي ما الناس متخيلة بس ان هو الأقمار الصناعية ولا اخ، لا، تطبيقاته في جميع مجالات الحياة
في الزراعة، في الصناعة، في البيئة، في رصد التغيرات المناخية، في الإعلام، في كل الوسائل. يعني صناعة الفضاء صناعة يعني كروس كاتنج في كل مجالات الحياة، يعني هي مكون رئيسي للتقدم التكنولوجي في الدول. صحيح. ولها تطبيقات مختلفة كثيرة جدا جدا. ومصر كدولة يعني مش عايزين نقول يعني مرت بمرحلة من عدم الاهتمام الكافي بمجال صناعة الفضاء والمشاركة في المشروعات حول العالم في مجال الفضاء، لكن الحمد لله بإنشاء وكالة الفضاء المصرية وبتجميع الكفاءات المصرية اللي هي كانت مبعثرة في أماكن كثيرة جدا في كيان قومي واحد وهو وكالة الفضاء، وتوفير الدعم المادي والسياسي لها، فبقى يعني عندنا يعني كتلة حرجة من العلماء والباحثين والمهندسين في هذا المجال، والدولة بتوفر لهم التمويل. وإن شاء الله طموحاتنا في هذا المجال إن مصر تكون من الدول الرائدة في هذه الصناعة يا رب. وحضرتك كنت لسه بتذكر من شوية يعني العاصمة الإدارية وما يجب أن تكون عليه، فكمان بالمثل طبعا هناك دول كثير جدا من الدول العربية الشقيقة قطعت شوط كبير في هذا المجال. صحيح. مصر يعني تستحق انها تكون في مكان افضل من كده بكتير جدا. اكيد جداً. اكيد احنا عندنا ميزه نسبيه اصلها هي مساله ان احنا اثرى دوله في المنطقه بالكامل وفي افريقيا بالعقول، فاحنا عندنا ميزه مذهله قادره على انها تحقق اي شيء باذن الله سبحانه وتعالى. دكتور محمود انا بشكرك جدا، دكتور محمود صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي، وهستاذنكم هنروح لفاصل، وفكروني في اول الفاصل اقول لكم على حاجه حلوه كده هنكمل بيها يومنا النهارده، استنونا. ولا حد فكرني ولا حاجة أقول إن إحنا النهاردة هيبقى موجود معانا رسالة سلام. لا، رسالة سلام مش بالمعنى الحرفي رسالة سلام، يعني أنا مش كاتب رسالة خطية عن السلام مثلا، لا رسالة سلام، فرقة رسالة السلام أكيد حضراتكم أكيد عارفينها وأكيد سمعتوها وأكيد شفتوا فيديوز على اليوتيوب إلى آخره. فرسالة سلام لحظي الجيد جدا، بل هو الـ 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 الحظ الرائع جدا قوي خالص انه موجودين معانا النهارده، فهينورونا بقى بقيه الحلقه. انا مش هطول، ما تقلقوش، هختم بسرعه عشان تكونوا موجودين معانا. منورين هم واقفين اهو، ازيكم؟ ولا حد فيهم سامعني بس تمام، قليل قوي اللي سامع، الصوت واطي جدا. بصوا بقى، تعالوا نكمل الاخبار بتاعتنا بسرعه علشان نبدا الكلام او نبدا السمع لو صح الكلام. يعني في دعم مصري كبير الحقيقه وحقيقي للسنغال في اعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه بدكار في مارس اللي جاي. طيب احنا معانا دكتور ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط في وزاره الموارد المائيه والري. دكتور ايمان اهلا بيكي. اهلا بحضرتك استاذ. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام. احنا عايزين بقى نعرف الاول ايه قصه المنتدى العالمي للمياه. طب خلينا اقول ان المنتدى العالمي للمياه ده يمكن اكبر حدث مائي بيتم تنظيمه بشكل دولي كل 4 سنوات، ويمكن بيتنقل من دولة لأخرى حاجة زي بطولة كاس العالم، يعني بتبقى حاجة فعلا محفل كبير بيبقى ملتقى لكل العاملين في مجال المياه سواء سياسيين، تنفيذيين، خبراء، منظمات تمويل. فالحقيقة المنتدى التاسع يمكن بيعود بعد فترة طويلة للقارة الأفريقية، وبتستضيفه دولة السنغال إن شاء الله في مارس القادم، وهيبقى في العاصمة دكار. حلو جدا. المنتدى بيأتي تحت عنوان مهم جدا وهو الأمن المائي من أجل تحقيق السلام والتنمية. عظيم جدا العنوان جدا. كمل يا فندم. طبعا المنتدى له أهداف، أولها أنه يسلط الضوء على القضايا الأفريقية بمناسبة المنتدى في أفريقيا، ففي شراكة بين مصر وبين دولة السنغال وبين الفريق التنظيمي واللجنة التوجيهية، أنه يبقى في وجود للقضايا الأفريقية وإزاي ممكن ما في حلول لها في محاور بيدور حواليها المنتدى، هيبقى أهمها التعاون بين الدول وإزاي ممكن التعاون يحقق التنمية والسلام بين دول العالم ودول القارة بشكل خاص.
هيركز برضو المنتدى على قضايا ازاي ممكن نحل مشاكل المياه والصرف الصحي، لان زي ما حضرتك عارف ان معظم الدول الافريقيه عندها مشاكل في توصيل المياه الامنه للشرب وتوفير خدمات صرف صحي. برضو هيركز على محور خاص بالادوات والوسائل اللي بتساعد على تحقيق التنميه والسلام، تمويل، لان طبعا معظم دول القاره في حاجه لتمويل المشروعات البنيه التحتيه لمجال المياه، ازاي يبقى في دعم وبناء قدرات للعاملين في مجال المياه. فبرضو عايزه اقول ان المنتدى هيبقى فيه حضور حوالي 30,000 مشارك. ويمكن اهم ما هيدور في المنتدى انه هيبقى فيه رسائل تطلع عن قاده العالم، وهيبقى فيه قمه على مستوى الرؤساء تنعقد ان شاء الله في المنتدى، وتطلع ببيان ورسائل تعبر عن القضايا للدول المشاركه. طبعا هو بيانات ورسائل، وقد يكون ايضا توصيات هتصدر من هذا المنتدى. يمكن انا مشغول شويتين بمساله السلام، يعني الامن المائي والسلام، الى اي مدى المفهوم ده هيتم مناقشته من خلال المنتدى السنه دي يا فندم؟ الحقيقه محور التعاون هيناقش تفاصيل تخص ازاي ممكن التعاون في قضايا المياه، والتعاون بين الدول المتشاطئه والانهار المشتركه والعابره للحدود، ازاي الدول دي ممكن تحقق تنميه وفي نفس الوقت تؤدي لسلام بدل ما يبقى في مشاكل بين الدول. برضو عايزه اقول ان السنغال من الدول الافريقيه اللي عندها قصص نجاح كبيره في اداره الانهار المشتركه، يعني مفوضيه نهر السنغال من المفوضات المشهوره جدا ان 4 دول مشتركين في نهر واحد، ولهم مفوضيه بتدير شؤونه كامله بين ال4 دول بشكل ناجح. ويمكن هتعرض التجربه دي للعالم على انها احد التجارب والنماذج الناجحه للتعاون بين الدول، ويبقى فيها تكامل وفي تنميه لكل الدول المجاوره. ان شاء الله الوفد المصري، يعني يمكن في اتفاقيه وبروتوكول تعاون تم توقيعه بين دوله السنغال ومصر على هامش اعمال اسبوع القاهره الرابع في اكتوبر الماضي، بينص على ان يكون في شراكه في تنظيم المنتدى التاسع، بينص على ان يبقى في وجود للفريق مصري قوي يعرض التجارب والخبرات المصريه وينقلها لكل الحضور، وخصوصا القاره الافريقيه في اداره الموارد المائيه وتحقيق التنميه المستدامه. ايه طبيعه الدعم اللي بتقدمه مصر للسنغال في مساله الاعداد لهذا المنتدى؟ طبعا هو الدعم يمكن فني بشكل اكبر، تشارك في الخبرات. يمكن نظمنا اكثر من اربع مرات اسبوع القاهره للمياه، وكان بيتم بشكل ناجح جدا، وخصوصا في الفتره اللي فيها كورونا، وازاي قدرنا ننظم المؤتمر بشكل مختلط في حضور افتراضي وحضور فعلي، بننقل الخبرات دي لدوله السنغال، لان برضه هيبقى من المتوقع يبقى في بعض المحاذير وقيود على السفر لبعض المشاركين، فبننقل الخبره المصريه في اداره المؤتمرات المختلطه، بنشترك معاهم في اداره الجلسات، الدوائر المستديره ودوائر الحوار والجلسات النقاشيه، بنشترك معاهم في صياغه التوصيات. يمكن برضو الفريق المصري هينظم جلسه خاصه بعرض توصيات القاهره لتحقيق اهداف تنميه مستدامه لضمها لتقرير الامم المتحده لمراجعه منتصف المده، فدي كلها اوجه للتعاون. ويمكن هيبقى فيه حضور كبير لوفد مصري بيرأسه معاه الوزير، واكيد هيبقى فيه مشاركه كبيره للدوله المصريه في السنغال. ويمكن برضو بنأكد على ان دوله السنغال بترحب بانه في تعاون ممتد بقاله اكتر من سنوات، وفي زيارات متبادله يمكن كمان على المستوى الرئاسي. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور ايمان، كل الشكر ليكي. دكتور ايمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزاره الموارد المائيه او الري والموارد المائيه. في السريع جدا بقى، عشان عايز ابدا انا يا جماعه، انا شخصيا هبقى مستمتع بالفقره، فبصوا لازم نبدا اول خبر ده ونخش بقى. بورصه انتقالات، في تقرير يا طه، ده مين طه ولا عظيمه اللي بيقول عظيم؟ عظيمه، طيب ماشي عظيمه، بس انجزني. بورصه انتقالات يناير، هل ينتقل كهربا إلى هاتاي التركي؟ أبرز الصفقات المنتظرة، بيضحكوني والله، في الدوري المصري. كهربا معقولة؟ طيب احنا معانا الأستاذ محمد عراقي الناقد الرياضي المعروف، أهلا بيك يا أستاذ.
اهلا بك يا يوسف، واهلا بكل متابعينك. قول لي بقى، كهربا ماشي ولا ايه؟ لا مفيش ولا ايه، كهربا خلاص في قطاعي سبورت التركي لمده 6 شهور، موجود تمام بند بيمنح النادي التركي حق شراء كهربا بنهايه المده. يمكن المفاوضات بقى لها تقريبا 2 اسبوع، وكان في مندوب من النادي التركي موجود في القاهره. الاهلي كان في الاول متحفظ على فكره وجود بند بيدي النادي التركي حق شراء اللاعب بعد كده، ولكن الانديه الاوروبيه ما بياخدوش لعيب اعاره الا بالبند ده. مفيش لعيب هياخد منك اعاره وياخد لعيب اعاره يجهزه لك ويرجعه لك على طبق من ذهب، لازم يكون في بند يديله الحق ان هو يشتريه. ولكن الاهلي برضو امن نفسه ان خلى قيمه الصفقه هتبقى كبيره جدا في حاله اتخاذ النادي التركي قرار بشراء كهربا، هيبقى مضطر ان هو يدفع 3 مليون دولار وده رقم كبير. الاعاره بس هتبقى 500,000 دولار، وخلاص دلوقتي العقود بتتراجع في الاداره القانونيه في الاهلي، واللاعب يعني بشكل كبير هيسافر يوم السبت الجاي لتركيا، وهو مد عقده كمان مع النادي الاهلي لمده 2 موسم، بخلاف طبعا الموسم او الموسمين اللي كانوا متوقعين في عقده قبل السفر. فهو خلاص يعني قولا واحدا كهربا لاعب في هاتاي سبورت التركي ان شاء الله. ايه صفقات تانية منتظره بقى؟ بالنسبه للاهلي يمكن في كلام كتير عن ان الاهلي عايز يتعاقد مع مدافع، في كلام عن محمد فتح الله كماتشو لاعب غازي المحله، ولكن انا باكد لك استاذ يوسف ان هو خارج حسابات الاهلي تماما. اللعيب اللي هيرجع الاهلي او هنعتبره صفقه هو محمد عبد المنعم، لاعب الاهلي ولاعب فيوتشر معلق فيوتشر ولاعب منتخبنا الوطني، ولكن فيوتشر رفض ان هو يقطع اعارته ويرجعه للاهلي في يناير، فهو بالتالي هيرجع النادي الاهلي اخر الموسم، فممكن نعتبر ده هيكون صفقه من صفقات الدفاعيه في اخر الموسم. ولكن الاهلي بنسبه كبيره او لحد دلوقتي ما فيش اي صفقات في يناير، لان اداره الاهلي شايفه ان هي عندها قائمه كامله على كل المراكز، فبالتالي مش محتاجه ان هي تجيب لعيب في الشتاء. ولكن في اكتر من لعيب بيتحضر زي احمد ياسين لاعب البنك الاهلي، انا بكلمك طبعا على الاهلي بالتحديد، يعني احمد ياسين لاعب البنك الاهلي، بنتكلم طبعا في محمد عبد المنعم، مهند لاشين خلاص كان في كلام عليه ولكن هو خلاص وقع لبيراميدز، يمكن في الساعات اللي فاتت دي في خلال الساعات اللي فاتت دي انهى صفقته لبيراميدز، انهى انتقاله لبيراميدز. مهند لاشين طبعا لاعب طلائع الجيش ولاعب منتخبنا الوطني كان على رادار الاهلي ولكن انتقل لبيراميدز. محمد حمدي برضه لاعب بيراميدز كان على رادار الاهلي، خصوصا ان عقده ينتهي مع بيراميدز نهايه الموسم، ولكن هو كان منتظر يشوف علي معلول هيعمل ايه، لان هو زي ما انت حضرتك عارف ان هو بيلعب باك ليفت، فهو ان هو يجي وعلي معلول موجود كانت فرصه لعبه هتبقى صعبه. فبالتالي بمجرد اعلان علي معلول تجديد عقده مع الاهلي، محمد حمدي استقر برضه على تجديد عقده مع بيراميدز. طيب الزمالك هيبيع او هيشتري ولا هينتظر لحين الانتخابات؟ مفيش شراء، الزمالك ما عندوش شراء، لان الزمالك زي ما حضرتك عارف برضه ان هو الانتقالات عنده موقوفه طبعا بحكم من الفيفا، بسبب طبعا الديون اللي عليه لبعض اللعيبه وبازمه طبعا لاعب حسام فيصل والمشكله اللي حصلت. فبالتالي الزمالك كده كده مش من حقه يشتري لعيبه، برضه فكره خروج اللعيبه هتكون في اضيق حدود، مفيش لعيبه هتخرج الا في اضيق الحدود، لان طبعا طبيعي بدل انت مش هتشتري لعيبه او مش هتقدر تتعاقد مع لعيبه، فبالتالي فكره بيعك للعيبه هتكون قليله. ولكن انا باكد لك برضه ان في لعيبه كتير جدا في الزمالك عندها عروض، سيد زيزو طبعا جاي عنده عرض من الاهلي السعودي، الونش عنده اكثر من عرض، بس المشكله دلوقتي في الزمالك مش في الصفقات، المشكله في الزمالك في تجديد العقود اللعيبه اللي عادها هتخلص. زي بن شرقي، بن شرقي مكمل ولا ايه؟ لا بن شرقي يعني لحد اللحظه اللي بكلمك فيها دي الاقرب رحيله، الاقرب هو رحيله طالع على الاهلي. في كلام طبعا مع الاهلي، ولكن المشكله في الاهلي ان الاهلي يوسف عنده مشكله ان هو ما بيحبش يخترق سقف رواتب العقود، دايما عنده سقف معين ما بيحبش يخترقه. بن شرقي معاه مثلا لحد 1.5 مليون، لو وافق على الرقم ده ممكن يكون في الاهلي، ولكن هو طموحاته اعلى من كده، وهو بالفعل عنده عروض من بره، عنده عروض في قطر وعنده عروض في الامارات، فبالتالي لو العروض دي صحت وعنده عرض بقى يعني الظل قوي جدا، وانا باكد لك العرض ده من الدحيل القطري، لو الارقام دي هياخدها هتبقى مثلا زياده مثلا 800,000 دولار او 1 مليون دولار، هيكون واجهته بره. ولكن لو شايف يعني ما جالوش عروض بالارقام دي، اعتقد ان الاهلي هتكون واجهه متوقعه جدا لاشرف بن شرقي، خصوصا ان هو يعني مش حابب يكمل في الزمالك، مش عشان اي حاجه خالص غير ان هو شايف ان في ازمه ماديه في الزمالك. فبالتالي هو اللعيبه المحترفين دايما كل تفكيرهم بيكون في الفلوس، يعني اي لعيب محترف هو بيلعب الكوره عشان الفلوس، فبالتالي لما بيحس ان ممكن الفلوس في مكان تكون مش متوفره بشكل زي منتظم او بشكل اللي هو عايزه، على طول بيفكر زي ما حصل مع فرجاني فاتي، يعني ده حصل قبل كده نفس السيناريو تقريبا. فبالتالي هل بقى هو يرحل بره مصر او جوه مصر، ده هيكون مرتبط ببن شرقي والعروض اللي هتجيله. لو جاله عرض يفوق عرض الاهلي او برقم كبير
هيخرج بره مصر، لو ما جالوش العروض دي ممكن الاهلي يكون واجهه مستقبله كبيره لاشرف بن شرقي. اللي اكده لك ان اشرف بن شرقي على رادار الاهلي، والاهلي طبعا عايزه، لان اشرف بن شرقي ما فيش نادي في يعني في الشرق الاوسط كله مش هيكون عايز اشرف بن شرقي، لعيب كبير ولعيب يملك امكانيات كبيره، فبالتالي اكيد الاهلي عايزه. برده الزمالك عنده لعيبه ثانيه كتير برده عقودها لسه عايزه تتجدد، زي طارق حامد طبعا، عبد الله جمعه، يعني محمد عبد الشافي، في لعيبه كتير جدا، في لعيبه طبعا ادت مرونه للتجديد، وفي لعيبه عندها مشكله، في برده مصطفى فتحي مش عايزين نغفله، برده مصطفى فتحي في محاولات دلوقتي لتجديد عقده واعارته لنادي التعاون السعودي. يمكن مصطفى فتحي التعاون السعودي كان عايز يشتريه ويشتري 6 شهور المتبقين في عقده مع الزمالك، ولكن الزمالك بيفضل ان هو يجدد عقده ويطلعه اعاره. هو طبعا فكره التعاون السعودي الزمالك محتاج مصطفى فتحي، ولكن بسبب الازمه الماديه الزمالك بيحاول ان هو يجدد عقده وفي نفس الوقت يطلعه اعاره للتعاون السعودي عشان اللاعب يستفيد ماديا، وبالتالي يكون ضرب عصفورين بحجر، ابقى على اللاعب في ظل وجود ازمه ماديه عنده، وفي نفس الوقت اللاعب خد الفلوس اللي هو عايزها من فتره الاعاره اللي هيطلعها. مصطفى فتحي يمكن هو رغبته الاولى الزمالك، رغم ان كان في برضه كلام من احد الوسطاء الاهلاويه، وسيط اهلاوي، انا بتكلم كلام دقيق، وسيط اهلاوي يعني وكيل بيتكلم بلسان الاهلي اتكلم مع مصطفى فتحي، ولكن مصطفى فتحي ما اداش مرونه كبيره ان هو ممكن. طب للمزيد من الدقه، مين هو الوسيط؟ وكيل احد الوكلاء، يعني احد الوكلاء اللعيبه، وكيل مصطفى فتحي، هو وكيل مصطفى فتحي هو احمد يحيى، كلمه وكيل تاني من النادي الاهلي، يعني مش هقدر اقول اسمه، بس هو وكيل تاني برضه كلمه على اساس ان هو ممكن مصطفى فتحي يكون موجود في النادي الاهلي، ولكن مصطفى فتحي رغبته الاولى لو طبعا هياخد برضه فلوسه، او لو هيضمن ان هو ياخد رقم كويس، لان مصطفى فتحي عقده منخفض جدا في نادي الزمالك، يعني لا يستفيد 3 مليون جنيه دلوقتي، فبالتالي هو حابب ان التجديد اللي جاي ده يكون برقم كبير، يعني هو كان بيطمح ان هو ممكن ياخد من 8 مليون ل 10 مليون جنيه، فبالتالي المفاوضات شغاله دلوقتي بينه وبين اداره الزمالك، وفي نفس الوقت في مندوب برضه من التعاون السعودي موجود في مصر في الفتره دي لانهاء برضه صفقه مصطفى فتحي. انا كان لازم اطلع العب كوره. انا بشكرك جدا 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 جدا، مش كده بالذمه يا عراقي، مش كنا لعبنا كوره ابرك؟ اشكرك جدا محمد عراقي الناقد الرياضي المعروف، كل الشكر ليك على مش بقى المداخله لكن على هذا التحليل والانسايتس اللي اديت لنا في ما هو متعلق بصفقات البيع والشراء ما بين الانديه المصريه وبعضها البعض، او حتى بيع لاعبين الى الخارج، سواء اذا كان لاخواتنا العرب او الى النوادي التركيه او الاوروبيه ايا كان. نفسي اعرف يا اخي بيعرفوا الحاجات دي منين؟ يقول لك فلان كلم فلان في التليفون وقال له، طب عراقي عرف منين؟ عارف لو عندي وقت ما كنت سبته. على العموم تعالوا نروح لتقرير كده طلعت واحد حبيبنا راجل محترم اتعرض لحادثه من امتى؟ من 40 سنه. الحادثه دي للاسف الشديد خلته فقد دراعاته واصابع القدم وهو في المرحله الابتدائي. صديقي طلعت قرر انه يظهر موهبته ويستكمل دراسته ويلتحق بكلية الخدمة الاجتماعية، وانا بكلمك دلوقتي هو بيشتغل موظف في مديرية التضامن ويبدع في الخط العربي والرسم. ما هو اللي مش عاوز حاجة توقفه ما بيوقفش. تقرير ونكمل الكلام عشان هيبقى فيه عندنا سمع من اللي هو بقى. يعني ايه سمع من اللي هو؟ يعني انت هتسمع التواشيح والترانيم الاتنين مع بعض، هتسمع الصوفي وهتسمع برضه القبطي كله مع بعضه. ليه؟ لانه بمنتهى البساطه انت في مصر. انتظرونا. ربنا ما بيدي الحاجه بيديها بالظبط، بس نجتهد في الوصول اليها. طلعت نبيه ناشط خليط الديابية في محافظة بني سويق مركز الوسطى. الحادثة حصل سنة 1982، كان الوالد شغال في مصلحة في طعمية على طريق سفاجة البحر الأحمر، منطقة كلها جبل أيام الحرب العالمية الأولى، الحاجات دي موجودة فيها كتير. حاجة مسكتها كده ودبيت عليها دبة، طلعت خدت الطرفين بتر الاتنين على طول. كانت عملية صعبة شوية، يعني قعدت فترة كبيرة أعاني من الحتة دي لغاية ما قدرت حتى أعمل والمس إيديا تلمس بعضها كده من الالتهابات اللي كانت فيها. الحمد لله. كنت لازم أكمل حياتي، ما أنا لو قعدت مكاني كده وسبت التعليم كان مهمل. كانت قدامي، كنت نفسي أنا في تانية إعدادي.
بديت اروح المدرسه كده من غير حاجه الاطراف، وبقيت اتعامل مع المدرسين هم بركه بيتعاملوا طبقا للحاله. بقيت النهارده بكتب، بكره اعمل لجنه يجيب لي واحد زميلي اقل مني من سنه يكتب لي جنبيه. طبعا حكايه المرافقه دي كانت بتتعب، بتشيل درجات كتيره من درجات الامتحان، فتلاقي نفسك داخل بنص ليه الدرجه. فبقيت لازم احاول ادور على بديل اعتمد بيه على نفسي عشان الدرجه. جيت داخل ثانويه عامه، طب هيعمل نفس الحكايه، هيشيل مني درجات، يبقى المجموع هيشيل منه ربعه، درجات الرسم والكلام ده كله. فاخدت من ثالثه اعداد لغايه ما وصلت لثالثه ثانوي، يعني 4 سنين، وانا بقى ازاي القى طريقه اعتمد بيها على نفسي بشكل يكون مقبول، وازاي اقدر اواجه بيه الاخر. بديت ارسم الاول، ما بديتش اكتب، لان الخط الرسم مش محتاج يعني تدقيق وتصغير الحجم. انا يعني بمسك الان بتعامل مع خطوط واسعه، مساحات ما لهاش حدود زي سطر الكراسه. بديت ارسم، خدت يجي سنتين ارسم، وسنه ونص قبل ما بيت امسك القلم بالسنان كده بطريقه فيها تحكم شويه. والاخر مده كانت سنه او اكتر شويه، كانت بقيت ازاي انا احط الخط ده او في الصوره اللي هي تصغر بحيث تمشي مع خط على ورقه على كراسه، يبقى مقبول للي يقراه. كنت دايما لما احب ادخل في رسمه او في حاجه احضر لها الاول حلو، لازم احضر لها الحلو. سواء مثلا البورتريه ده انت بتجيبي ملامح الشخصيه، لازم تذاكريها الاول، تذاكريها بالتفصيل عشان تبقي تنقلي حاجه من شخصيه على الورق. اي واحد شايف عقلي قدام منه يتغلب عليها بالطريقه اللي تريحه هو وحسب ظروفه، لان الانسان لما يبقى معوق عايز يقول بيكيف نفسه على اعاقته، بس المهم ما يوصلش لنقطه الياس.
سامعه ده بالذمه يعني انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، نورتنا وشرفتنا. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا فندم اتفضل. انا سعيد سعاده غير طبيعيه غير موصوفه، لا تعبر عنها اي كلمات بدون اي مجامله ولا مبالغه. بس للامانه عايز اقول حاجه على مستوى الضمير، انا والجمهور في علاقه حميميه جامده جدا يعني. الشيخ احمد حسن لانه جاي من يعني من المنصورة ما بعد المنصورة وجي لاهس، فدخل في الأول غلط، فأنا يعني معلش كل ده غلط. فأنا بعتذر لأن يعني هو الناس اتخضت فإحنا لمينا الموضوع. بس أنا ما لاحظتش للأمانة. للأمانة أنا كل اللي لاحظته حاجة يعني مش ممكن. الله الكل يخليه. حاجة مش ممكن. الله يخليك. اتفضل اتفضل. أنا هستأذن، أنا عارف إنك عامل الاحترازات يا دكتور، بس عشان يبقى كلامنا الصوت يبقى باين بقى مش كده؟ دكتور انتصار عبد الفتاح غني عن التعريف. الله يخليك. ده حقيقي يعني. ربنا يخليك. والفرقه او المجموعه او المشروع برضو اغنية عن التعريف. الحمد لله. احنا السنه دي 2022 يبقى لنا تقريبا 15 سنه او هنتم ال 15 من 2007 مزبوط. صح؟ مظبوط. انا يمكن من اكتر الملاحظات اللي لاحظها، لو احنا حطينا زي موحد للكل وبعدين عشان ما يبانش مين فينا مسيحي مين فينا مسلم، فاللي اتقال دلوقتي اللي اتغنى ولا واحد على ظهر البسيطة هيعرف يقول لي اللي بيغنوا دول مسلمين ولا مسيحيين. وبعدين لو نزلنا بيهم أي مولد من موالد الأولياء المسلمين هيقول لك بس ده ناس كلها يعني دول مسلمين. وبعدين لو جينا قلنا ترنيمة إبطي يبقى كله مسيحي، مش كده؟ صحيح. على فكرة أنت في مصر يعني والله العظيم. أنا بشكرك جدا على الملحوظة دي، ولسه انا الحقيقه بفكر انا ومدام سيام شريكتي ومديره الفرقه ان احنا هنعمل فعلا زي جديد موحد يغلب عليه اللون الابيض لون السلام، لان احنا الحقيقه بندعو لمفهوم السلام ومصرين عليه لان هي دي رسالتنا الحقيقه، وهي رساله تنويريه بالدرجه الاولى طبعا. بغض النظر عن أي شيء، إحنا الحقيقة يعني جوهر الأديان المحبة التسامح السلام، بغض النظر بقى عن العرق أو الدين أو اللون، ده ما يهمنيش. أنا اللي يهمني أنت بتتعامل إزاي، أنت بتعمل إيه لمجتمعك، أنت مين بالظبط. فده اللي إحنا الحقيقة بنعمله ونجحنا، نجحنا على مستوى الحياة المحلي، والأهم يعني حوار الآخر عملنا فأكبر كنايس العالم في دول أوروبا غالبية. أيوة دول أوروبا. ألمانيا والنمسا وفرنسا والفاتيكان. وعاوز أقول لسيادتك أستاذ يوسف حاجة أثرت فينا جدا في ألمانيا بالتحديد، أعتقد كانت في برلين. غير إن أنا ماليش في الألقاب.
ما ينفعش دكتور انتصار يقول لي يا استاذ. لا يعني عفوا اخد بعضي واروح. يبقى لا. طيب يا يوسف. يا يوسف يا جميل. يا رب يخليك. يعني في المانيا في برلين اكبر كنيسه يعني كان في حد مثلا الكنيسه متأفف ان ازاي احنا مصريين وهنيجي نعمل رساله سلام وبتاع، وكان زحمه جدا. وانا قاعد في الكنيسه خلي بالك، وهو قاعد طبعا في الصف الاول وانا شايفه بظهري حاسه وقاعد رجل على رجله وبتاع. فالمهم بدأنا بعد 5 دقايق نازل رجله، بعد 10 ربع ساعه مهم في الاخر خالص انفعل وطلب يقول كلمه، وقال كلمه بالالماني بما معناه اللي احنا عرفناه انه ما كانش متوقع هذه الرساله، وانه هينزل مصر ان كان ساعتها في ازمه سياحه، وانه هينزل مصر يدعو للسياحه. شوف هنا اما السيد عمرو موسى يقول لك 45 سنه او 50 سنه بنعمل مباحثات ودولات و انتوا جيتوا في 45 دقيقه لميتوا العالم في يعني في محبه وتسامح وسلام. صح، وده المهم الحقيقه. صح، يعني انا مش عارف، كلنا عارفين الحدوته دي. اقول لكم على حدوته بسرعه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وهو في المدينه، فجاله وفد من مسيحيين نجران علشان يطمنوا، فقابلهم مقابله كويسه جدا ورائعه، وده بجد مش هزار يعني. وهتلاقوا بالمناسبه القصه دي بتدرس في الازهر يعني، ما تقلقوش، مش انا اللي مخترعها ولا حد هيقول لي اسكت. فبعد ما خلاص يعني اللي هو قال لهم ما فيش اي حاجه، في النهايه احنا ربنا قال لنا الكل بيعبد ربنا، فالكل عند ربنا سواء، وانا ماليش دخل بانتوا بتعبدوا ربنا ازاي، عباداتكم ايه، انتوا احرار. طيب، وطبعا معروف ان المدينه كان فيها يهود، ده كان فيها 3 قبائل كبار يعني. فجم وفد مسيحيين نجران قالوا احنا عاوزين نصلي لربنا شكر، هنصلي فين؟ سيدنا محمد خدهم ودخلهم المسجد اللي هو بيصلي فيه. قال لهم صلوا هنا. فدخلوا صلوا جوه اول مسجد وضع للمسلمين في الارض، طبعا بعد الكعبه المشرفه. فانتم متخيلين اللي انتم بتعملوه دلوقتي وكانه امتداد للحدوته بتاعه وفد نجران اللي قابل سيدنا محمد وصلوا لربنا جوه الجامع بتاع المسلمين. مسألة بسيطة خالص يعني، مش عارف مين ولاد الذين اللي بيعقدوا لنا الدنيا دول. ما حدش يقدر يعقد، لأن هو تأكيد على كلامك الشعار بتاعنا هنا نصلي معا وفي كل مكان. يعني احنا لما بنروح أكبر كنائس العالم، وبالمناسبة بمعنا فرق أو فرقة من نفس البلد اللي هناك بيعملوا بيرمموا أو بيبقوا معانا. وشعار هنا نصلي معا، جمال الأستاذ جمال الغطاني الله يرحمه حضر معانا في كنيسة سان جيرمان في باريس، وشاعر جميل سيد حجاب تأثروا جدا جدا بالمسألة، وحتى كتب مقالة حقيقة أنا سعيد بيها جدا أستاذ جمال، عبور انتصار في باريس، لأن أهم الشخصيات جت صلوا، وده شيء الحقيقة أنا بعتبره حاجة مهمة. ملتقى، هو ملتقى للأديان. صحيح. احنا المفروض هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنرجع نسمع تاني، بس خلونا نعمل الفاصل بأنه كل واحد فينا هيصلي على كل الأنبياء، يعني سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مش عارف أنا برضو ليه دايما نقعد نقول عليه السلام بس، يعني مفيش حاجة اسمها كده بالمناسبة، ربنا قال لنا كلهم عليهم صلاة وسلام من ربنا سبحانه وتعالى. فالكل منورنا. أنا مش من أنصار التوصيف المذهبي والطائفي والديني، احنا مصريين لطاف جايين نسمع أغنية ونوري الناس أنه ابتسم فعلا أنت في مصر. هستأذنكم اتفضل. أنا هل ممكن قبل فصل بس أقول بس حاجة خاصة؟ لا تقول حاجات. يعني أنا طبعا البابا شنود رحمه الله شخصية وطنية جامدة جدا الحقيقة. لما كونت الفرقة كانت سماع، وكان الغرض رسالة السلام، وكتبت لقداسة البابا قلت له إن هنعمل كذا، وعاوزين مجموعة من الشمامسة ينضموا للتأكيد على الشخصية المصرية لأنها شخصية واحدة. عاوز أقول لك انفعل وكتب على البركة، أنا بعتبرها طبعا وثيقة. والحقيقة بعتوا أهم المرنمين واللي بيقودهم أنطون ابن المعلم إبراهيم عياد. أيوة طبعا، اللي احنا هنستمتع بيه يعني خلال أيام قليلة مع أنطون. فالحقيقة الفرقة دي بتضم أصوات من الأقاليم على مستوى الإنشاد، يعني التراث الإسلامي والترانيم
وايضا التراتيل والالحان القبطيه. هنطلع الفصل بس مين من الصعيد يرفع ايده؟ كتير. لا. مين من الصعيد؟ صعيد فوق ايديكوا. عاش الصعيد، عاش عاش عاش. فاصل ونكمل الكلام. موسيقى.
سبحوا الله في جميع قديسين، سبحوا في جلال قوتي، سبحوا على مقدرتي، سبحوا ككثرة عظمتي، حسنات الصوت سبحوا باسمه التالي الكل نسمع فلتسبح اسم الرب لنا الليلويا الله 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 سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركه جميع الشعوب لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد فلتسبح اسم الرب لنا الليل.
عودي يا ليالي الرضا بالأنس الذي قد مضى. عودي يا ليالي الرضا بالأنس الذي قد مضى. قد رضي المحبوب ونلنا المطلوب. قد رضي المحبوب ونلنا المطلوب. ونادى منادي الشرف عفا الله عما سلف. ونادى منادي الشرف عفا الله عما سلف. على اذنك بقى اخش هناك وانت اصحى شويه. هتريحوا صوتكم شويه يعني. اه. خمسه كده. بس بالمناسبه هو دي مصر اللي انا اتولدت فيها من 47 سنه يعني. شفت بقى؟ اه والله العظيم. اه. يعني دي بتاعت هي دي مصر عفى الله عما سلف من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر، في النهايه هو هو نفس المفهوم. صحيح. يعني مفيش فيه اي اختلافات. صحيح. طب انا عندي سؤال، هل سر النجاح بتاع ال مش عارف التوصيف ايه، هم الجماعه الاجانب بيسموها كواير الكرا؟ لا هي 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 الحقيقه ده منتج ثقافي مصري. ايوه بنصدره للخارج صناعه مصريه. حلو. وانا الحقيقه سعيد بده، لان مصر بثرائها وعمقها الثقافي والحضاري تستطيع ان تصدر الثقافه والفنون. صح. فاحنا بنصدر هذا المشروع والحمد لله على مستوى العالم. احنا عندنا يعني عاوز اقول لسيادتك من خلال مهرجان سماع تقريبا على مدار
ال 14 سنه بقى عشان مرجان سماع 120 دوله مشتركين معانا في رساله سلام. حلو قوي. انا قاعد عمال بفكر في انه سر نجاح رساله سلام ايه؟ الموهبه ولا المثابره؟ persistence. كله بمعنى هو يعني انا بالنسبه لي نزلت اعمل منشد الغوري لما توليت مركز ابداع قبه الغوري وحطيت الفلسفه بتاعته من ضمن هذه الفلسفه احياء فن السماع والتراث بشكل عام بقى تراث اسلامي وتراث خبتي وكده. نزلت الاقاليم الاول عملت منشد غوري جولي اصوات لم اكتفي نزلت الاقاليم لقيت هناك عبد الوهاب العقاد ام كلثوم طه حسين موجودين بيعملوا لي كده. مصر مليئه بالكنوز والحقيقه استاذ جمال الشاعر يعني كان الله يرحمه المقاله بتاعتي كان بيوصفني بالكشافه ان انا بلتقط هذه المواهب من الاقاليم والقرى وفعلا جبت اصوات هايله جدا انضموا لنا بس الموهبه هنا مش كفايه لابد ان يكون الموهبه الصوت وكمان القلب يعني صفاء القلب والانتماء وده مهم قوي. ممكن تكون صوتك كويس قوي بس انت بتتعامل معاه بالنجوميه. انا الحقيقه ارفض النجوميه ولا يعني احنا هنا رساله سلام ما فيش نجم ولكن كل الحاله هي نجم هي حاله احنا النجم هو الحاله اللي احنا بنعملها طبعا كمان السوبرانو اللي ورا دي نجمه طبعا ايوه ضحكت عارفه نفسها والله هم الحقيقه كلهم ما شاء الله عشان ما يبقاش حسيه كلهم فطبعا كل اللي سيادتك قلت عليه بالاضافه ان احنا بعمل تركيبه معينه بمعنى ان شخصيه مصر بشكل عام التراثيه والثقافيه ليست احاديه الجانب ولكنها شخصيه ثريه جدا فانا لما اقول تراث اسلامي واقول تراث قبطي وترانيم كنائسيه وايضا ترانيم بيزنطيه تشارك معانا وكل ثقافات العالم بأديانهم بجوهر الأديان وده عملناه في مهرجان سماع ورشة تضم أكتر من يعني على مدار 100 وحاجة دولة وندعو للسلام هذه التركيبة في حد ذاتها أنا مثلا برتجل مع الجمهور يعني أنا ما أعرفش ممكن أتفهم مع حاجة وفجأة ألاقي نفسي دخلت تفريدة مع كارولين دوما الفرنسوية اللي بتعمل شغل من فرنسا مع باكستاني ده برتجله الحقيقة وبعدين أنا ما أعرفش مين بيقود مين هل أنا اللي بقودهم ولا هم اللي بيقودوني ولا في قوة عليا بتقود قوة عليا طبعا بالظبط ده اللي نقولك عليه في قوة عليا وفي نوع من الرضا إن إحنا بنقدم فعلا حاجة مؤمنين بيها ليس لها علاقة بيه مثلا حاجه تجاريه احنا مش بنعمل مثال لا احنا فعلا ماشيين وعشان كده احنا نجحنا وناجحين قافله السلام الجزء الاولاني احنا بنستعد لنجاح القافله دي 2014 اعتقد دلوقتي 2022 بنستعد لقافله السلام مره اخرى في المانيا والمجر وبولندا وفرنسا وسويسرا ده ان شاء الله هيبقى في الصيف امتى في الصيف ممكن يكون 6-7 لسه لان دي طبعا يعني مستنيين بقى الوضع في اوروبا بشكل عام عايزين نعرف الاوضاع بتاعت الكورونا هتعمل ايه لا انا اعتقد الكورونا هتقف واحنا اتفقنا على كده عملنا ديل خلاص كفايه كورونا بقى بص احنا مش هنخاف من الحكايه دي الحقيقه هم هيفتحوا في شهر ان شاء الله 6 والموضوع ان شاء الله يعني هم لحد دلوقتي احنا بنستعد بالفعل للاجراءات دي قافله السلام مهمه قوي ان احنا نؤكد على هذه المفاهيم. طب انا هستاذن هنروح لفاصل وهنرجع بعد الفاصل هنكمل سمع انا بقى سؤالي لطه واحنا هنكمل سمع وانا راجع ولا هنختم وده افضل انه الناس تختم على الاصوات الحلوه دي مش على الراجل لابس بلوفر اخضر اللي زي حالاتي ده ايه رايك يا طه وبعد الفاصل يا طه انا احب فاصل قوي طيب هناخد فاصل وهنرجع لحضراتكم مرة تانية السادة المشاهدين السيدات المشاهدات تاني والله العظيم هي دي مصر اللي أنا اتولدت فيها يعني وده ما كانش من بعيد قوي هم 47 سنة صحيح
بس ده مش بعيد، انتظرونا. طيب خلوني بس ارجع في السريع والله الدكتور انتصار، وهسمعكم مزيكا زي ما انتم عايزين. وزارة الثقافة دورها ايه بقى مع رسالة سلام الدولية ومهرجان سماع وما الى ذلك؟ الحقيقة دور يعني انا بعتز بيه جدا، من بدأ من الفنان فاروق حسني الحقيقة دعم رسالة السلام اول ما بدأناها، ودكتور محمد صابر عرب الحقيقة كان موقف جميل جدا، ايضا استاذ حلمي نمنم، وطبعا الدكتوره الزميله الحقيقه الدكتوره ايناس عبد الدايم الحقيقه، وهي حتى بتشجع ومن محبي جدا مهرجان سماع ومهرجان الطبول الدولي للفنون التراثيه، ودايما الحقيقه انها تتكلم عن المهرجانين دول. وايضا يعني عاوز اقول لك ان احنا كل شهر صندوق التنميه الثقافيه لان انا اساسا في قبه الغوري، وكنت وضعت الفلسفه الخاصه بقبه الغوري، ولازلت حتى هذه اللحظه في قبه الغوري صندوق التنميه تابع بقى لصندوق التنميه الثقافيه. انا بعمل الحقيقه عده حفلات، ولكن شهريا الثابت اللي هو رساله سلام في جمهور كتير جدا بيجي يحب يحضر. طبعا احنا معانا على فكرة 60 فرد في رسالة السلام، منهم كمان مجموعة اندونيسيا وبنقول بعدة لغات. بشكر كمان يعني الحقيقة العلاقات الثقافية الخارجية، وخاصة يعني أول ما بدأنا يعني الأستاذ محمد غنيم الله يرحمه، وأستاذ حسام نصار، ودكتورة كاميليا الحقيقة كان لهم دور بارز جداً، وكمان مجلس الأعلى للثقافة، وخاصة دكتور يعني جابر عصفور الحقيقة، وأيضا الدكتورة أمل الصبان كان ليها دور مهم، وهي اللي جابت رعاية اليونسكو في الدورة الثانية من ملتقى الأديان اللي أنا أسسته. الحقيقة بشكر الجمهور بقى الحبيب، أنا عايز أقول لك إن الجمهور الحقيقة يعني ربنا يبارك فيهم، بيشجعنا بيدعمنا في كل الحفلات، وبيشارك معانا بالغناء، بيشارك معانا بكل أحاسيسه، وهو اللي بيعمل الدعاية. أنا بشكره جدا، وبشكر وزارة الثقافة، وبشكر أيضا وزارة السياحة والأثار. والله ده أنا اللي عايز أشكر حضرتك جدا جدا جدا، بشكركم جدا قوي خالص جدا 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 إلى أبعد الحدود. وأنا بقى هسيبكم مزيكا، وهجلس زي ما انا جالس زي ما انا، مش هتحرك، بس في بقى مقاعد الاستماع مش في مقاعد الحوار. اتفضلوا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور، نورتنا. الرب قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثا وسلطانك إلى أقطار الأرض. بجن ميسي امبارزني قانوني ناجيب ابن غما في Oh.
Allah, 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 Allah.